السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامج منبر الرافدين. عنوان حلقتنا لهذا الأسبوع: تهريب العملة ومستقبل اقتصاد العراق. مشاهدينا الكرام، سينضم إلينا في هذه الحلقة عبر سكايب الخبير الاقتصادي العراقي الدكتور سناء عبد القادر، وبإمكان حضراتكم المشاركة معنا عبر أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. مشاهدينا الكرام، منذ عام 2003 دخلت إلى خزائن العراق المالية مئات المليارات من الدولارات نتيجة بيع النفط في الأسواق العالمية، ورغم هذه الأموال الطائلة التي كان يمكن لها أن تبني بلدا على أرقى طراز يضاهي بلدان العالم المتطورة، إلا أن حكومات ما بعد الاحتلال بددت هذه الأموال وأفقرت الشعب ودمرت البلد ليقبع في مصاف الدول الفقيرة المتخلفة. ومن الطرق التي استخدمتها أحزاب السلطة في سبيل تدمير الاقتصاد العراقي هو تهريب العملة الصعبة من الدولار وغيره، منها ما تحول إلى استثمارات في دول أخرى، ومنها ما بقي على هيئته النقدية واندمج في اقتصادات دول ثانية وأصبح من الصعب استعادتها كما يرى خبراء في الاقتصاد. ولكون العراق يعتمد اعتمادا كليا على النفط كمصدر دخل وحيد، كان لابد من المحافظة على الدولار واستثماره داخليا بالشكل المناسب الذي يخدم البلد، إلا أن أحزاب العملية السياسية كانت ولا تزال تبتكر طرقا جديدة في سبيل تهريب العملة إلى خارج العراق خدمة لأجندات خارجية هدفها الاستفادة من ثروات البلد عن طريق تقديم الدعم المطلق لحكومات بغداد. قبل فترة ليست ببعيدة بدأت مرحلة جديدة من مراحل تهريب العملة، استفاد القائمون عليها من فرق الصرف الواضح ما بين ما هو معلن من البنك المركزي العراقي وما بين سعر صرف السوق الموازي، وبالتالي بدأت عمليات تحويل الدولار إلى الخارج عن طريق شركات الصرافة والتحويل المالي الدولية، وهي عملية تحمل وجهين: الوجه الأول هو إرسال الدولار إلى خارج العراق، والوجه الآخر هو الاستفادة من إعادة التحويل مرة ثانية من الخارج إلى الداخل، لكن بالدينار العراقي عن طريق مكاتب تحويل مالي محلية، ما يجعل الدولار يبقى خارجا ويجني المرسلون أموالا كثيرة بناء على فرق التصريف. هذا كان بابا خرجت منه الأموال بشكل كبير. أما الباب الثاني تمثل بعملية إخراج الدولار دون الحاجة إلى إعادته مرة ثانية من أجل الحصول على الربح، بل كان الهدف فقط يكمن بإخراج أكبر قدر ممكن من الدولارات بمساعدة التسهيلات التي قدمها البنك المركزي لشركات الصرافة والتحويلات المالية. هناك مشكلة أخرى أفرزتها عملية التهريب هذه لكي تتم بشكل قانوني، ألا وهي الاستعانة بأوراق المواطنين العراقيين الثبوتية وبخاصة جوازات سفرهم دون علمهم من أجل سحب الدولار من البنك المركزي العراقي، وهو ما قاد إلى إقحام آلاف العراقيين في عملية سحب وتحويل هذه الأموال بمساعدة وسطاء يتمثلون بشركات طيران محلية أو شركات اتصالات أو غيرها، دون أن يعلم المواطن من سحب هذه الأموال وإلى أين ذهبت. مشاهدينا، ننتظر مشاركاتكم لإبداء رأيكم بقضية تهريب العملة وقضية المافيات التي تنتشر الآن في العراق والتي تساهم بعملية إضرار متعمد بالاقتصاد العراقي وتهريب الدولارات إلى خارج العراق. بداية وكالعادة نزلنا إلى الشارع والتقينا بمواطنين عراقيين، سألناهم الأسئلة التي نطرحها في هذه الحلقة، جئناكم ببعض الأجوبة، دعونا نستمع لها ثم نعود. إذا ضربت الرموز الكبار الفساد الأساس هو من وحدة يتفلش، ما تروح لي على إنسان بسيط موظف بايق له دولارين شيء بسيط مدير له، هاي مو مكافحة فساد، رؤوس الفساد موجودين بالبرلمان نحو الأسوأ، لأن احنا نستعمل على ريع النفط فقط، يعني ما عندنا لا صناعة لا زراعة وتهريب عملة، فساد أكيد. نعم هناك استغلال من خلال لقاءاتي وسماعي من أصدقائي ولقاءاتي في الناس الآخرين، هناك تلاعب بالدولار بكثرة وحتى ضد قرارات الحكومة، أكو بلدان تتدخل وأكو سياسيين كبار يتدخلون، بس لا أنا ولا غيري ما نقدر نحكي، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. والله هاي صايرة قصة الوقت الحاضر الزمن الحاضر، وكل يستخدمون للتجارة، وكل يخطط بأنه كل شهر يروح يرجع باعتبار يطلع له أجرة النقل
وجهة السفر ويتونس. تهريب الأموال، فرق العملة، نعم. 20 نمرة 30 نمرة يستفادون من عدة، نعم. كل فرق يستفادون ملايين دولارات، كل يسوون كل مصارف يبيعوها نفس الأسعار، الأسعار مال بيش 130 130 سعره الدولة 130، كل مواطنين تنتهي الأزمة. والاقتصاد، وين اكو اقتصاد بالعراق؟ مدمر. اكو اقتصاد هسه؟ بس هاي الفكرة إذا هم يطبقوها يسووها تنتهي الأزمة مع الدولار. هذه قضية كبيرة حقيقة، يجب أن تقف لها الدولة وقفة كبيرة وبكل جهاتها ومؤسساتها من خلال الوزارة والقوات الأمنية وغيرها، وأيضا تعامل شديد وصارم من قبل البنك المركزي العراقي، لأن هناك شركات وهمية كبيرة انتشرت وأخذت تحاول أو نصبت على المواطنين بكل الطرق وبكل الاتجاهات، بحيث المواطن الآن يذهب إلى المصرف إلى البنك يجد نفسه مبيوع بأرخص الأسعار، وبالتالي الحالة منتشرة وموجودة ويجب أن يكون لها هناك علاج من قبل مؤسسات الدولة. والله الذي على المرأة وعلى المسموع والمكشوف نجده أنه هناك خطوات موجودة بهذا الأمر، لكن يجب أن تكون المعالجات من ضمن القانون، تطبيق القانون بكل حذافيرة على كل المتعاملين بهذه المسألة، عدم المحاباة وهذا الجهة الفلانية وهذا الجهة الفلانية. العملة العراقية يجب أن يكون لديها قوانين قوية وصارمة من أجل الحد من تهريبها. والله مدام هناك انفلات في العديد من مجالات الموجودة في العراق لا أستبعد مثل هذا الأمر أبدا. أكيد يتعرض إلى الانهيار، والأكثر من يتأذى هو المواطن، لأن دائما أصحاب رؤوس المال والتجار لديهم ما يعينهم بالخارج احتياطات موجودة، ولذلك المواطن سيكون هو المتسبب أولا وأخيرا. تهريب العملة 100% لما تنزل للسوق كلها تتهرب للخارج، فلهذا السوق الموازي لا يمكن أن يصل إلى السوق اللي إلى السعر اللي محددته الدولة اللي سعره 132. مدام التجارة موجودة هنا والميليشيات موجودة، فأي مبلغ اللي ينزل بالعراق هنا يطلع للخارج، والدولة لو تجرب تنزل 13 مليار دولار، هاي اللي حاطيها فوق المية، يخلي ينزلها البنك المركزي هنا بالعراق ويباوعها بعد أسبوع، وين صارت هاي 13 مليار؟ هم يقدرون يتخذون القرار. جادة، ولكن ما تقدر الميليشيات اللي تهرب العملة إلى إيران ما يقدرون، هي قوة خب مو قوة. عمي هاي ذولا مبالغهم تافهة، احنا نروح على الشغلات الدسمة، الدسمة وين تروح؟ إيران تصدر لنا بضاعة 18 مليار دولار بالسنة، يعني شلون تسدد فلوسها؟ واحنا ممنوع استعمال الدولار، البنك المركزي ما يقدر يحول إلى إيران، يعني شلون تتحول فلوس البضاعة اللي تجينا من إيران؟ البضاعة 4500 بضاعة تجينا من إيران للعراق، شلون نسد فلوسها؟ يلا فهمني، أنا مهندس ونستورد مرمر من هنا للدنيا، شلون نسد فلوسها؟ عمي البلاد تروح للنهاية مالتها، نصير حالنا حال السودان، حالنا حال السودان، لأن احنا عندنا كم فلس نبيعها النفطات وتجيها الدولارات، إذا طلعت الدولارات خارج العراق خلاص ناكل ونشرب، ولما تخلص الفلوس مالتنا شلون راح ندبر عيشتنا؟ خلي هم يحلوها، يطلعون بصورة واضحة ويقولون عمي هيك وهيك راح نسوي، إذا خلصت القيمة السلعية للنفط احنا شلون راح نعيش الشعب؟ هذا هم المسؤولين الكبار اللي عندهم الملايين، هم خلي يجاوبون على السؤال. استمعتم مشاهدينا الكرام إلى حديث مهم من المواطنين العراقيين، سنأتيكم بعد قليل أيضا بآراء أخرى لمواطنين آخرين، لكن نرحب الآن بالدكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي معنا عبر سكايب. حياكم الله دكتور سناء. أهلا وسهلا ومرحبا بكم مشاهدين قناتكم. حياك الله. يعني بداية دكتور، ما هي المقومات الاقتصادية التي تعين الدينار العراقي على الصمود؟ يعني بعد الاحتلال بعد 2003 اعتمدت الحكومات التي جاءت على النفط كمصدر وحيد للدخل، وبالتالي وطبعا مع مرور السنين تدهور وضع الاقتصاد العراقي كل سنة أكثر من اللي قبلها بسبب الفساد. طيب اليوم كيف نرى بأن الدينار العراقي خلال 20 سنة ظل يراوح في منطقة معينة؟ كيف كان يدعم؟ ما هي المقومات التي تدعم ثبات العملة لدينا في العراق؟ في البداية تحياتي لكم جميعا. أنت سألت عن مقومات الاقتصاد الوطني العراقي. نعم. المقومات وقوة الاقتصاد الوطني العراقي تأتي من قوة قطاعات الاقتصاد الوطني العراقي.
يعني الصناعه، الزراعه، المواصلات، البنى التحتيه الى اخره، النقل والمجرى. اما بخصوص النفط ومداخيل النفط اللي نحصل عليه، هذه تستخدم في معظمها استيراد المواد الضروريه للعراق وحتى غير الضروريه. يعني نحن لا نقوم باستثمار مداخيل النفط العراقيه في بناء قطاعات اقتصاديه جيده مثل الصناعه والزراعه والى اخره. لذلك عندنا تشوف دائما ازمات متكرره ومتواصله. اما بما يخص سعر صرف الدينار العراقي، فسعره طبعا في تنازل، في خلينا نقول هكذا، قبل 15 سنه كان سعر الدولار الامريكي هو 1113 دينار. الان 1300 رسمي، لكن انت ما تحصل على الدينار العراقي 1300 ب1 دولار، لا 1450 الى اخره. هذا شو ناتج؟ ناتج عن انه تدخل سلطات غير مركزيه او يعني نسميها المافيات من اجل شراء وسحب الدينار العراقي من السوق وارساله الى الخارج. طبعا احنا نعرف انه المصدر الوحيد لتمويل العمله الصعبه الدولار بالدرجه الاولى هو البنك المركزي، ما زالت العمله. يعني هناك مصارف تاتي لشراء هذه الكميات الضخمه من الدولارات، وكذلك الصرافين. لكن نحن نعرف انه لدينا مصارف اهليه تقوم بشراء هذه الدولارات من اجل الاستيراد. لكن هل هو الواقع ان تستورد بما نعرفه بنفس الكميه التي تشتريها من البنك المركزي العراقي؟ نعم، لا، تشتري بنصف هذه الكميه، الكميه الاخرى تتفق مع الجهه التي تستورد من عندها هذه المنتجات او السلع. نصف الكميه هو للسعر والنصف الاخر ولا. طيب ماذا عن ماذا عن السياسات المتشددة التي قالت حكومة السودان إنها اتخذتها في سبيل محاربة من يتلاعبون بسعر الصرف ومحاولة السيطرة عليه ما بين سعر البنك المركزي وما بين السوق الموازي؟ لماذا الآن نرى لا يزال هناك تفاوت عندما وعد السوداني بتخفيض سعر الصرف وإعادة الدينار العراقي إلى قوته، وقر في البنك المركزي بالسعر لكن لم يلتزم أحد، حتى هذه الحملات التي قامت بها الحكومة عن طريق توثيقها بوسائل الإعلام شملت يعني أجزاء بسيطة من محلات الصيرفة أو الحوالات المالية، لم تسيطر على كبار حيتان الفساد أو كبار من يمتلكون الدولارات في السوق المحلية، وبالتالي ما فائدة هذه الخطوات؟ يعني هل كانت استعراضية؟ نعم، لم تأتي سياسة رئيس الوزراء محمد الشاع السوداني أكلها الجيدة لصالح الاقتصاد الوطني العراقي ولصالح الشعب العراقي. ولذلك نرى أنه هذه العملة الصعبة، الكميات الكبيرة من العملة الصعبة تستخدمها هذه المصارف من أجل تمويل عملياتها وتهريبها إلى إيران لسد عملية النقص في العملة الصعبة في إيران. هاي من ناحية. من ناحية ثانية، حتى لو قلنا مثلا وجود هذه الصرافين الموجودين امام البنك المركزي العراقي او في شارع السموئل، هؤلاء لا يشكل الا نسبه قليله امام هذه المافيات وحيتان الفساد الكبيره. لا يشكل، انا بعتقد يمكن ليس اكثر من 20% يشكل هؤلاء الصرافين. بعدين نحن نعرف انه قبل فتره ظهر جرى استخدام وثائق سفر مال المواطنين التي موجودة عند شركات السفريات وعند البنوك من أجل استخدامها على أساس أنه صرف مبالغ ضخمة لهؤلاء الناس وهم لا يعرفون أبدا أي شيء، ومن ثم تهريبها إلى إيران. طيب يعني سنتطرق إلى هذه الجزئية بتفاصيل. نعم، أتطرق إلى هذا الموضوع بتفاصيل أكثر بعد قليل دكتور، لكن يعني الآن عمليات التحويل التي انطلقت قبل بضعة أشهر بتسهيلات من البنك المركزي عن طريق استخدام الشركات العالمية الموجودة داخل العراق كويسترن يونيون أو ماني جرام في عمليات إرسال الأموال إلى خارج العراق، لم نرى تجديدا من قبل البنك المركزي أو من قبل الحكومة أو وزارة المالية على
على هذه الشركات أو على النسب على الأموال التي يجب أن تخرج، كان الأمر مفتوحا. وكما تفضلت طبعا تم الاستعانة بجوازات سفر مواطنين عراقيين في عمليات السحب، منهم من قام ببيع جواز سفره مقابل مبلغ مالي قد يكون 100 دولار 200 دولار، ومنهم من لا يعلم من الذي قام باستخدام جوازه وتفاجأ في هذا الموضوع فيما بعد. هناك من اشتكى للبنك المركزي لكن لم يتم اتخاذ أي خطوة حقيقية جادة في سبيل الحد من هذا النزيف المستمر في الاقتصاد العراقي. من يتحمل مسؤولية هذه التحويلات الضخمة التي أجرتها جهات في سبيل إخراج الدولار إلى خارج العراق؟ طبعا يتحمل الحكومة العراقية والبنك المركزي بالدرجة الأولى الذي هو بنك البنوك كما نعرف نحن الاقتصاديون. إذا طالما البنك المركزي توجد هناك أشخاص، يوجدون أشخاص هناك ومافيات توجد داخل البنك المركزي من أجل القيام بهذه العملية وتحويل المبالغ الضخمة من العراق إلى خارج العراق من أجل تمويل عمليات الفساد والمعاصرة وإلى آخره. فهذه الشركات العالمية طبعا هي شركات عالمية صحيح، لكن كذلك ممكن استغلالها طالما عندها اليد الطولة بالخارج. يعني بإمكان أي شركة صغيرة أو كبيرة أن تستخدم هذه الشركات العالمية من أجل تصدير هذه العملة أو يعني تحويل هذه المبالغ من الدولارات أو من إلى الخارج، ومن ثم القيام بعمليات خلينا نقول فساد محاصصة إلى يعني شراء ذمم بالخارج أو داخلي أو لتمويل عمليات تجارية بالخارج أو كذلك لتمويل الاقتصاد الإيراني من أجل حتى يقف على نفسه. نعم. يعني أحد المواطنين العراقيين ربما حضرتك استمعت عليه قبل قليل قال بأنه إيران مفروض عليها عقوبات، كيف تصل لإيران أموال السلع التي يقوم العراق بشرائها؟ وأيضا قبل فترة عندما قامت إيران بقطع الغاز عن العراق قالت حكومة السوداني وقال هو شخصيا بأن الأموال كلها موضوعة في بنك التي بي آي ولكن لا تستطيع هذه الأموال الوصول إلى إيران بسبب العقوبات الأمريكية. هنا السؤال الذي طرحه المواطن يحتاج أيضا إلى إجابة قد تكون عند حضرتك، كيف تصل الأموال التي من المفترض أن يسددها العراق لإيران نظير البضائع التي يستوردها إن كانت هناك عقوبات تمنع وصول الدولار إلى إيران؟ الجواب هو تصل هذا عن طريق السوق السوداء، يتم شراء هذه الكميات الهائلة من الدولارات عن طريق السوق السوداء وعن طريق اتفاق مع الموظفين في البنوك الخاصة وفي البنك المركزي، ومن ثم جمع هذه الأموال وتصديرها إلى الخارج سواء كان بشكل رسمي أو بشكل غير رسمي عبر منافذ الحدودية التي نعرفها جيدا. هناك اتفاقات موجودة بين هذه العصابات والمافيات من أجل شراء كميات ضخمة من العملات الصعبة ومن ثم تصديرها إلى إيران عن طريق المنافذ الحدودية التي كذلك تسيطر عليها هذه الأحزاب والمافيات. طيب أعود لحضرتك بعد قليل دكتور سناء إذا تسمح لي. مشاهدينا الكرام نستمع لرأي السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب حياك الله. الله يحييك، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يا الشغلة مو صعبة يعني، ومثل ما تفضل الأستاذ الدكتور الخبير هو أفضل مني بهذا الجانب. يعني هو اللي يدخل ملايين حبات الكريستال والمخدرات عن المنافذ الحدودية اللي تمسكها الأحزاب ما يقدر يدخل دولارات الإيراد، هاي مسألة أسهل من شرب الماء. بعدين هذا المسكين السوداني جابوه طلعوه حاط له كمية يمين ويسار من الأموال يجوز الباقي ورق أبيض واسترددنا 50 مليون مد 20 مليون دولار. شنو 50 مليون؟ شنو من 2003 إلى الآن مو أقل من تريليونين دولار شردوها للخارج. يعني أنت تحكي لي جيب لك بالمالية النيابية عدنان الزرفي، عدنان الزرفي جاسوس أمريكي لازم يعدم، ما عنده ولا صوت. شلون تخلوه بلجنة خطرة ومهمة وهي اللجنة المالية في وزارة مجلس السموالة مال الشعب البرلمان؟ مجلس النواب خلوه باللجنة المالية وتخلي لي إخلاص الدريمي وتخلي لي
افراح محمد علي خليل فلان وعلان كلهم حراميه زين، ذولا كلهم تابعين لاحزاب تابعين الى كتل وهذول كلهم مافيات ويشار اليهم بالبنار ومعروفين. هاي بيجي لك شوف العقوبات، طالت واحد من اسماء كبار رؤساء الكتل الاحزاب بالسرقات والفساد والمفسدين والقتل والتهجير والتدمير، ماكو كل اقصاها 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 مدير عام نائب وزير وكيل مدري منه، وطلعوا لك اياه بالتلفزيون وحققوا وياي عمي ناس جوا السريع عندك. هاي لحد الان الموازنه صار 10 اشهر 11 شهر يلاحظون بها وقرت من كل الجهات، وين التطبيق؟ لحد الان ما طلعوا لك بالعجيده مال الطعن والطعن المضاد، ساعه تطعن رئاسه الوزراء ساعه يطعن اقليم كردستان وراح يخلصوا لك السنه وان شاء الله السنه الجايه هم تخلص. لحد الان فقره بسيطه مال منحه الادباء والفنانين والصحفيين والاعلاميين لحد الان ما طبقوها، وهم لولا هذول الامعات مال السياسه منو كان يعرفهم؟ طيب هذول النكرات منو يعرفهم؟ انا اشكرك شكرا جزيلا سيد ابو زينب من النجف، وصلت الفكره. دكتور سناء، ابو زينب طرح نقطه او يعني تحدث بنقطه تقودنا الى السؤال، هل عمليات تهريب العمله اللي حدثت مؤخرا لها قيمه او تاثير بقدر ما هرب من دولارات ومن عمله صعبه من العراق بعد 2003 لغايه حكومه السوداني؟ نعم، ان كل عمليه تهريب لها ثقل ولها تاثير على اقتصاد الوطن العراقي، هذا سوف تؤدي الى خروج كميات كبيره من العمله الصعبه الى الخارج ولا يستفاد منها العراق. نعم. هذه مسألة مهمة، يعني نحن كان من المفروض أن تستثمر هذه الكميات التي خرجت بدون قانون، التي خرجت بدون مثل ما أقول سبب شرعي. كان المفروض أن نستثمرها داخل العراق في إقامة صناعة، إقامة زراعة، بناء طرق، بناء مواصلات، بناء نقل. يعني مقارنة دكتور، مقارنة بما تم تهريبه مؤخرا عن طريق استغلال فكرة الحوالات المالية وشركات التحويل، مقارنة بما حدث مؤخرا، هناك مئات مليارات الدولارات هربت عن طريق المسؤولين بالحقائب الدبلوماسية، عن طريق صفقات فساد، عن طريق مشاريع، عن طريق غيرها، عن طريق تحويلات تمت بشكل سابق من قبل كبار حيتان الفساد، لغاية الآن لم يتم استرداد هذه الأموال، لا يوجد أي رئيس حكومة تحدث عن هذه الجزئية، كلها وعود أو طبق ما وعد به من قضية إعادة الأموال المنهوبة أو المهربة. يعني ما حدث مؤخرا هو ربما قد يراه البعض لا شيء مقابل المليارات أو مئات المليارات من الدولارات التي هربت في السابق. لم يوجد أي أو لم نجد أي رئيس حكومة اتخذ خطوة جادة في سبيل إعادة هذه الأموال، هل يمكن إعادتها أصلا؟ اولا طبعا ما تم اعادته امثله بالجليد او جبل الجليد الموجود في المحيطات ظاهر منه نسبه 10% 20% اما 80% فهي تحت الماء. هنا عندنا نفس الشيء، عمليه استرداد الاموال العراقيه المنهوبه من الخارج لم يتم الا جزء قليل من عندها، اما الباقي فهذا لا زال موجود خارج العراق ضمن هذه الشركات العالمية وعند دول مختلفة. نعم. أما مسألة استرجاعها فهذا يحتاج طبعا إلى خطوة صحيحة، ويتم قد يتم الاستعانة بجهات دولية من أجل مساعدتنا في استرداد هذه الأموال. طبعا قسم بعض الاقتصاديين يقولون أنه لا يمكن، لأن خلاص هذه الأموال استغلت من قبل هذه الدول ومن قبل شركات مختلفة. نعم. وذهبت في عمليات تجارية ضخمة استفاد منها هذه الدول وهؤلاء الناس. هذه بعض الآراء، وآراء الآخرين يقول لك ممكن أن نسترد، لكن كذلك أنت كم ممكن أن تسترد خلال 20 سنة الأموال هربت من العراق وتم تهريبها؟ هناك أموال اندمجت باقتصادات دول أخرى، هل هذه الدول على استعداد أن تتنازل عن عشرات ربما مئات مليارات الدولارات التي دخلتها والتي تؤثر بشكل سلبي على اقتصاد هذه الدولة؟ صحيح جدا أنت تقول،
انه لا يمكن استيراد هذه الاموال لانها قد استغلت وقد استثمرت في مشاريع اقتصاديه ضخمه واتت اكلها لهذه الدول التي قامت باستثمارها. اذا الارباح حصلت عليها جهات اخرى غير العراق. نعم. واذا خلاص اختفت هذه الاموال وين استردادها؟ نعم. طيب دكتور، فيما يتعلق بعمليات التهريب التي تحدث مؤخرا، يعني عملية استغلال المواطن العراقي دون علمه بهذه الطريقة، يعني أليس قانونيا، أليس مخالفة قانونية تعد عملية انتحال شخصية كما توصف قانونيا؟ فما بالك بمن يستخدم أوراق المواطنين العراقيين في عملية سحب الدولار وإرساله؟ هل ما يتم بهذه الطريقة وبهذه السهولة دون وجود الشخص الحقيقي صاحب هذا الجواز أو صاحب هذه الورقة الثبوتية، أو أنها تسهيلات تقدم من الحكومة في سبيل إرسال هذه الدولارات إلى الخارج، إرسال هذه العملة إلى الخارج، أنها لا تدقق؟ يعني عمليات السحب تتم مجرد الاطلاع على الورقة الثبوتية دون موافقة شخص صاحبها، دون موافقة الشخص المعني. إذن هل الحكومة متورطة؟ نعم متورطة، وهذه مساءلة، وهذه العمليات تقع تحت المساءلة القانونية. يعني استغلت الأوراق الثبوتية لهؤلاء الأشخاص بدون أخذ الإذن من عندهم، وتم مثلا تهريب هذه الأموال من قبل ناس آخرين، والناس الحقيقيين لهذه الأوراق الثبوتية ولهذه الوثائق لا يعلموا أي شيء. طبعا من حق هؤلاء الناس أن يرفعوا قضية، والدليل على ذلك أنه كما قلت لك في بداية البرنامج أنه حدثت مظاهرة أمام البنك المركزي لهؤلاء الناس ولهؤلاء الشركات. عشرات الشكاوى دكتور، عشرات الشكاوى قدمت تصدير هذه العملة الصعبة إلى الخارج. نعم، عشرات الشكاوى قدمت من مواطنين استغلت أسمائهم في عمليات السحب والإرسال دون علمهم، لكن لم يتحرك البنك المركزي ولم يتخذ أي خطوة. يعني هل هكذا، يعني هل بهذه أو بهذا الرد من البنك المركزي يمكن الفهم بأنهم متورط بما يحدث؟ بدون شك. هناك أنا في بداية البرنامج قلت هناك موجودين موظفين داخل البنك المركزي، أي كان وأي كان موقعهم، هم الذين قاموا بهذه العمليات طيب الغير القانونية. نعم، أرجع لحضرتك بعد قليل. نستمع لرأي السيد صباح من بغداد. تفضل يا صباح، حياك الله. السلام عليكم أستاذ محمد. حياك الله، أهلا وسهلا. طبعا حتى المصارف اللي ذكرت أسماءها 14 مصرف 20 مصرف، كلها رؤساء المصارف كلهم تابعين إلى ميليشيات مكاتب اقتصادية ومحميين يعني فوق القانون، ما حد يقدر يحاسبهم. والدليل وقفت عاجزة كل الأجهزة الأمنية من محاسبة أي مدير مصرف أو أي أسلوب جاي يتخذوه في تهريب العملة. احنا نعرف كل الميزانيات صارت من سنوات لأن ماكو ناتج عمل على واقع الأرض العراقي وتحويل العراقيين إلى مرحلة أعلى شوية، لأن الميزانيات جاي تهرب إلى إيران وإلى لبنان إلى سوريا. من اللي يهربها؟ يهربوها هم دول المصارف اللي ذكرتهم سيدتهم أمريكا، ذكرت مصارف هم متورطين بتهريب العملة والميزانيات اللي خرافية، مئات المليارات من الدولارات وينها؟ على واقع الأرض المواطن العراقي ما مستفاد منها، لا مجمعات سكنية ولا شوارع ولا مستشفيات ولا ارتقينا في شيء ووصلنا مرحلة إلى الأمام. إذن الموضوع بناس محميين، ذولي مدراء المصارف محميين من قبل الأحزاب ومن قبل الحكومة، وما حد يقدر يحاسبهم فوق القانون، لا القضاء العراقي ولا المفتشية ولا النزاهة ولا حتى الأمن الوطني اللي قادرين بس على المواطنين من يجون يريد يصرفون يأخذوهم يعتقلوهم ويدفع دفترين الله يهدوه. إذا أنت مدير الأمن الوطني ليش ما تيجي على غسيل الأموال اللي جاي يصير عن طريق هاي المصارف؟ طيب وين برأيك سيد صباح الخطوات اللي قال السوداني أنه اتخذها في سبيل السيطرة على سعر الصرف وتوحيد السعر ما بين السوق وما بين البنك المركزي؟ اليوم الدينار العراقي ب 150 ألف في بغداد، طيب يعني كان وصل لل 170 ونزل وبعدين رد صعد مرة ثانية، إذن لا يوجد أي تحرك حقيقي، تحرك جاد من قبل السوداني، شو تفسر عودة الدينار لل 150 اليوم؟
استاذ محمد، السوداني ما عنده سيطرة على صرف الصرف، ولا حتى هاي المنصة اللي خلم هذا الذريعة ان بالصيرفة شكل، والبنك المركزي يبيعه 132 شكل. وين اكو دولة سعرين له؟ البنك يبيعه بشكل وبالمصارف اللي برا والصيرفات يصرفونه 151. اذا السوداني ما عنده سيطرة، الموضوع اكبر من السوداني، هي ايران ولبنان والحوثي وبشار الاسد والاحزاب وبالذات حزب الدعوة العميل. الموضوع اكبر من السوداني، السوداني جزء من منظومة فساد. ايضا هو متهم، وشفنا احنا صفقة القرن اللي 12 مليار دولار يطلع بموقف مخزي ان يخلي اموال عراقية ما تقدر باكثر مليارين ونص، يسموها صفقة القرن. اضحوك. نعم. اضحوك. نعم. وين هذا الملف، هذا ملف الفساد اللي 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 اتهمهم هو الحرامي، اتهمهم قال اني اذا ضغطتوا علي راح اجيب اسماء رنانة امثال هادي العامري وقيس الخزعلي وابو فدك وغيره وذول والمالكي والشله مالته. فاذا احنا جاي نسرق، واحنا نعلم ان العراقي كل عراقي يعرف نفسه جاي ينسرق الميزانيه مالته عن طريق هاي المصارف. نعم. والحوالات وغسيل الاموال. نعم. انا اشكرك سيد صباح من بغداد. دكتور سناء، ما الانعكاسات التي قد تاتي من عمليات تحويل او عمليات التحويل الماليه المستمره الان بشكل أولا غير قانوني كما تفضلت، لأنها تتم عن طريق استغلال أسماء مواطنين عراقيين لكي تشرعن نفسها، والنقطة الثانية أنه يعني هذا النزيف المستمر بالدولار، بتوقعاتك ما الذي يمكن أن يحدث للاقتصاد العراقي مستقبلا؟ لأن خروج العملة الصعبة من البلد، وحنعرف لدينا مورد واحد هو العملة الصعبة، هو بيع النفط العراقي واشتراء مداخين. هاي المشكلة، يعني انهيار بعدين. يعني الأخ صباح قال، أنا ذكرني قبل حوالي 6-7 أشهر. نعم. ظهر يعني بدأت مواقع التواصل الاجتماعي تتهكم من الموازنة العراقية، حيث قالوا أن الموازنة العراقية تشمل تمويل اقتصاديات إيران وسوريا ولبنان واليمن. شايف كيف؟ وزادها العراق، يعني 5 دول، احنا 4 دول براسنا. براس العراق يجب ان نقوم بتمويلهم. طبعا هذا تؤدي الى انهيار الاقتصاد الوطني العراقي. يعني الان نحن في مرحله صعبه جدا. الاقتصاد العراقي الان في وضع صعب جدا. اذا لم تنتبه الحكومه العراقيه باتخاذ خطوات حازمه وجازمه والا سوف ينهار الاقتصاد الوطني العراقي. ليس اكرر مره ثانيه، لا توجد لدينا قاعده اقتصاديه نعتمد عليها، لا صناعة ولا زراعة ولا نقل ولا مواصلات. يعني حكومة وليدة أحزاب السلطة اللي اجت من 2003 لغاية اليوم، وليدة الإطار التنسيقي وحزب الدعوة وتيار الحكمة وبدر وغيرها، هل يمكن أن تتخذ خطوات جادة في سبيل السيطرة على الانهيار الاقتصادي ومحاولة تحسين الوضع الاقتصادي؟ 20 سنة ما قدروا. يقدر السوداني اللي هو أفرزته هذه الأحزاب؟ أنا أشك في ذلك. لا يمكن للسوداني أن يقوم إلا باتخاذ خطوات جريئة، وهذا طبعا هو هذا يجب أن يتمتع بشجاعة عالية، وطبعا المفروض أن يعتمد على الشعب العراقي بشكل يعني جريء وصادق وليس لف ودوران. دكتور سناء، يعني الحكومة عندما تريد أن تعتمد على الشعب يجب أن يكون هناك ثقة ما بين المواطن وما بين الحكومة. طيب أين هي الثقة عندما على أقل على سبيل المثال قضية السيطرة على سعر الصرف أخفق فيها السوداني، قال بأننا حكومة مشاريع وحكومة خدمات، لم يثبت للمواطن الآن صدق هذه الوعود وهذه التصريحات، ولم يرى المواطن أي شيء منجز على أرض الواقع. كيف تبنى هذه الثقة إن كانت الحكومة تعد ولا تفي؟ أنا متفق معك، لذلك أنا قلت لك يعني الاقتصاد العراقي سوف ينهار إذا لم تجدد هذه الثقة، إذا لم تتخذ خطوات حازمة وجريئة وصادقة هدفها هو تنمية الاقتصاد الوطني العراقي ورفع المستوى المعاشي للشعب العراقي. طيب نحن نحتاج إلى حكومة قوية جريئة. أما بهذا الحال لا، لا يمكن. طيب بتوقعاتك دكتور سناء، بناء على النظرة الاقتصادية التي لديك، كم يمكن أن يستمر أو يصمد الاقتصاد العراقي في ظل هذا النزيف، في ظل هذا الفساد، في ظل غياب
الموارد ونعتمد فقط على النفط كمصدر وحيد، يعني إذا انهار سعر النفط كما حدث في زمن الكاظمي نزل لما دون الصفر لم يستطع تسديد حتى رواتب الموظفين، إذا كم يصمد أو كم لدى العراق من مدة زمنية قد يستطيع الصمود فيها إلى أن ينهار بناء على المعطيات؟ ليس أكثر من 3 سنوات. 3 سنوات؟ ليس أكثر من 3 سنوات، لأنه في حالة انخفاض سعر النفط العراقي كما رأينا في زمن الكاظمي، نعم، معناته أنه حالة يرثى لها، حالة انهيار الاقتصاد الوطني العراقي، وهذه طبعا مسألة كارثية. وهذا الموضوع سيدخلنا في عمليات الاقتراض والاستدانة والسحب من الاحتياط الموجود لدى البنك المركزي. هذه صحيح، يعني هذه هي آخر الحلول، مثل ما أقول لك آخر شيء الكيد، فنحن نفسه طبعا سوف نضطر إلى سحب العملات الصعبة، إلى رصيدنا والاستدانة من الخارج. وهذا طبعا يقود يقود البلد إلى رهن نفسه واقتصاده ومقدراته للبنك المركزي، للبنك الدولي، للبنوك الخارجية، ليس فقط بالدرجة الأولى البنك الدولي بالدرجة الأولى. نعم، هل تعتقد بأن هذا أمر مدبر دكتور من قبل الأحزاب ومن قبل هذه الحكومات التي توصف من العراقيين بالعمالة بأنها تسير في هذا الاتجاه بعملية فتح الأبواب على مصراعيها من أجل تهريب العملة في سبيل الإضرار بالاقتصاد العراقي لكي يقاد بعد ذلك البلد إلى الاستدانة ويصبح رهينة مدى الحياة للبنوك الدولية؟ كل شيء ممكن، لأن طالما هذه الأحزاب موجودة في السلطة لا يهمها مستقبل العراق ولا يهمها مستوى المعاش للشعب العراقي، أنت تتوقع كل شيء، لأنه هم حتى في حالة حدوث انهيار الاقتصاد الوطني العراقي سوف يخرجون إلى الدول التي أتوا منها والتي أخرجوا هذه الأموال إليها، بريطانيا وأمريكا وأستراليا وهم نعم أوروبا الغربية. دكتور أرجو من حضرتك تسمح لي دقائق، مشاهدينا الكرام دعونا نستمع إلى حديث مواطنين عراقيين بإجاباتهم بآرائهم بشأن ما طرحناه في حلقتنا، سألناهم عن رأيهم بالوضع الاقتصادي في العراق وعن رأيهم بما يحدث من عملية تهريب منظمة من قبل مافيات الفساد للعملة الصعبة إلى خارج العراق، دعونا نشاهد ثم نعود. حتى لو جاد يعني احنا ما جا نلقى شيء ملموس، احنا الشارع العراقي يريد شيء ملموس يعني يشوفه على أرض الواقع، يعني نسمع شكل ونشوف شكل. لا طبعا اقتصاد البلد نحو التهالك، يعني اقتصاد مدمر راح يكون. ليش؟ لانه المواطن راح يطلع برا لا يلقى شغل لا يلقى شيء، لا ما يقدر حتى يمشي اموره، ولا راح يصير استيراد ولا راح يصير يعني شيء هلاك. يعني لما اكو تهريب كان هسه مو الدوله سعر بشكل، وانت تروح له بالسياره فيبيع لك بشكل. هاي هو يردون يقعدون العالم من الشغل، يردون يكسرون العالم تكسر. هاي بعد ان الله شلون ان الله للفقير، والله هو بس الفقير واقع بيه والله العظيم. الحلول بعد هو يصير مثل ما تقول عندنا لا تهريب يصير لا ابد، الدوله تصير الدوله تصير رقابه على هذا الامر. ممكن جدا يعني ان نشير الى اصابع اتهام، لانه هذا التذبذب بالدولار صعودا ونزولا لابد ان يخدم جهه معينه، وهذا عاده الناس اللي دا تستغل الوضع وعدم استقرار البلد وانهيار الاقتصاد العراقي والانهيار في البنيه السياسيه، يعني في كل الملفات متدنيه الان اصبح العراق، ولذلك يعني نشير الى مثل هذا يعني الاتهام، يعني المتعارف عليه انه هناك شبكه هي يعني صعود الدولار ونزوله شبكه من المافيات والدول الاجنبيه وبما فيهم امريكا وبما فيهم يعني السياسيين العراقيين، يعني ما عندهم مشروع سياسي، ما عندهم سياسه ماليه نقديه، يعني ولذلك وحتى اقتصاد عراقي ماكو، لذلك الدولار صاعد يعني، وهذا يدمر المنشآت البلد ويدمر السياسة ويدمر يعني الدخل الفرد يهبط، يعني دي يسرقون حتى الدخل المحدود مال الموظفين والمتقاعدين دي يسرقوه.
هي نتيجتها هي الضرر حق المواطن العراقي. لن تستطيع أي حكومة، مو بس السودان، أي حكومة ما تستطيع، لأن القرار بالسياسة النقدية قرار صعب، يعني تدخلات من أمريكا، تدخلات عدم الانسجام بين الطبقة السياسية، الوزارات تباع، يعني شغلة عويصة مو سهلة. التأشير يعني من تريد تقيم الدينار العراقي أمام الدولار وغيره من العملات، ما عندنا اقتصاد، احنا حتى الزراعة دا نستورد، كل المواد الزراعية دا نستوردها، مي ما عندنا، يعني فشي متدني كواقع اقتصادي. مشاهدينا، استمعتم إلى حديث مواطنين عراقيين بشأن قضية تهريب العملة ووضع الاقتصاد العراقي بشكل عام. دكتور سناء، يعني هل يمكن يعني اتهام الحكومة أو الحكومات المتعاقبة بعد الاحتلال فقط أنها السبب في عملية الفشل في إدارة السياسة النقدية العراقية أو انهيار الاقتصاد العراقي، أم أنها يعني هناك أطراف أخرى هي صاحبة القرار وهي التي تدير الوضع الاقتصادي في العراق كالولايات المتحدة وإيران على سبيل المثال؟ نعم صحيح، يعني لا الولايات المتحدة الإيرانية ولا إيران يريدون مستقبل زار للعراق وللشعب العراقي، لذلك نحن واقعين تحت المطرقة الإيرانية والمطرقة الأمريكية، وهذه هي النتائج. يعني برأيك قيمة الدينار العراقي، إيران وأمريكا صناعة ولا زراعة وكل شيء استيراد. دكتور برأيك احنا أصبحنا مجتمع مستهلك استهلاكي. نعم، وهي طبعا هاي كارثة. أنت لا تشوف تطلع في بغداد وفي بقية المدن، شوف لك مجمعات تجارية ضخمة جدا، والناس يشترون ويأكلون ولا يفكرون هاي مين جاي من الذي أنتج هذه المنتجات التي يأكلونها. لا يفكرون أنه هاي كل شيء استيراد. يعني حتى بعض السياسيين وبعض الناس عندما يخرجون في القنوات التلفزيونية الأخرى يقول لك والله العراق بخير، شوف هاي المجمعات المولات التجارية. يا أخي تفكر هاي من الذي بناها ولماذا؟ اسأل أي مواطن الآن هل هو يعمل، من أين له هذا؟ عندما المواطن يأتي ويقول لك والله شيء تمام رائع جدا هذا المركز التجاري، لكن هل فكر المواطن انه يسأل هل عندنا صناعة؟ هل عندنا زراعة؟ هل عندنا قطاعات اقتصادية أخرى متقدمة؟ لا يفكر بهذا، يفكر فقط في سؤالي الأخير لحضرتك دكتور سناء. نعم. هل العراق بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات الخارجية الأجنبية في سبيل إنعاش الاقتصاد العراقي ومحاولة معالجة الإخفاقات التي جرت خلال 20 سنة من حكم هذه الأحزاب؟ الجواب هو أولا طبعا يجب علينا أن نستثمر أموالنا في مشاريع اقتصادية في البلد، ومن ثم نقوم بدعوة جهات. لكن حاليا هل العراق بيئة مناسبة لاستقطاب الاستثمارات؟ طبعا لا الآن ليش؟ الآن الوضع الأمني هش. أنا دائما أكرر هاي المسألة. نحن نقول أنه رأس المال جبان، طيب رأس المال جبان كيف يأتي من الخارج وهو تعرض لعدة مشاكل؟ شوف طبعا هذا الذي حدث في الفاو، في عند بناء من الفاو ومقتل رئيس الشركة الكورية، ومن ثم حوادث أخرى لناس لمستثمرين أجانب داخل العراق. احنا لا ننسى كذلك حتى المستثمرين العراقيين معرضين للخطر ويهددون، دائما يهددون. طيب ايش عجب دكتور، ايش عجب العراق تقول بانه ليس بيئة مناسبة او آمنة للاستثمار، واحنا ما شاء الله عندنا محور المقاومة والحشد وهؤلاء الذين حموا الارض والعرض والمال كما يقولون، ليش احنا لعد على اساس هذول لا يحمون المستثمرين الاجانب بشكل جيد، وانما يحمون جيوبهم ولا بالعكس يقومون باستغلالهم واخذ الرشوات من عندهم، وكذلك حتى كما قلت من المستثمرين العراقيين الموجودين في مختلف مدن العراق خصوصا بالبصره وبغداد واهل المجره.
نحن لا نثق بهذه المقاومة وبهذه الأحزاب لأنها فقط تهمها مصلحتها بالدرجة الأولى وقائمة على الفساد والمحادثة الطائفية. نعم. أشكرك شكرا جزيلا دكتور سناء عبد القادر الخبير الاقتصادي كنت معنا عبر سكايب. مشاهدينا الكرام بهذا أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الأسبوع، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.